السلام عليكم أصدقائي، أنا اسمي سيزار، برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز. اليوم بدي أحكي عن برضو كاميرا، وهي من فئة البوينت أند شوت اللي حكينا عنها المرة الماضية في الفيديو السابق. بس هاي الكاميرا هي أفضل كاميرا أو أفضل كاميرا جيب فعلا موجودة في السوق حاليا. في لها منافسين ولكن هي أفضل واحدة، عشان بدي أحكي عنها. وأنا بنصح أي واحد عنده قدرة يجيب كاميرا بهالسعر هذا وبدوش هو يكون مصور محترف، هاي الكاميرا المناسبة له. خليكم معاي لبعد الفاصل حتى نعرف تفاصيل هاي الكاميرا. كاميرا سوني الـ RX100 Mark V، يعني الفئة الخامسة، هي فعلا بالنسبة في نظري أو في رأيي الشخصي هي أفضل كاميرا جيب موجودة في السوق. ليش مارك 5؟ لأنه سوني نزلت منها خمس فئات، وهاي الفئة الخامسة اللي هي بالسنة الخامسة هاي حاليا أحدث فئة وأفضل فئة من اللي نزلوا كلهم. ففي عندك مارك 1، مارك 2، وهاي مارك 5 هي الأفضل. طبعا قبل أبلش أحكي عن الكاميرات، بس للمعلومية وللمستقبل إن شاء الله، لما بنحكي عن الكاميرا، عن أي كاميرا بنحكي، لازم تحط في بالك إنه في معلومات معينة لازم تعرفها. السنسر، العدسة وفتحة العدسة، الشتر سبيد، الآيزو، الشاشة، الجسم من إيش مصنوع، البطارية، الأوتو فوكس، جودة الصورة، قدرات الكاميرا في الفيديو، والبفر تبع الكاميرا. هاي المعلومات الأساسية. لا، إذا بتحب الكاميرات وبدك تشتري كاميرا لازم يكون عندك اطلاع لو عام عن هاي المعلومات في أي كاميرا. هلا خلينا نبلش نحكي عن كاميرتنا السوني RX100 5. إيش مواصفات هاي الكاميرا؟ أهم ميزة بدي أحكي عن الكاميرا هاي أبعادها. ليش سموها كاميرا جيب؟ لأنها كاميرا صغيرة بتنحط بالجيب زي كأنك حامل موبايل حتى أصغر. فأبعادها 102 ملم طول، في ارتفاع 58 ملم، في عرض 41 ملم، ووزنها كله على بعضها كاملة حوالي 300 غرام. كثير كثير صغير. يعني شفت الصورة، هاي الصورة كم هي الكاميرا بالنسبة لإيد البني آدم؟ كثير الكاميرا صغيرة، يعني بورتابل، وين ما رحت ممكن تحطها بجيبتك، وين ما بدك تأخذها معك وبتصور. بس إشي بهالحجم عنده قدرات عالية وكبيرة كثير، فعشان هيك هي مهمة، وعشان هيك هي سعرها عالي، وعشان هيك هي أنجح كاميرا من أنجح الكاميرات الموجودة في السوق. من مميزات هاي الكاميرا وليش هي بتتميز عن الموبايلات بالنسبة لي، حجم السنسر. أنا حكيت زمان إنه كل مكان حجم أو سنسر الكاميرا حجمه كبير، كل مكان أداء الكاميرا أفضل بكثير بكل النواحي. الموبايلات عندها سنسور دائما قياسه كيف بيجي، 1 على 2 فاصل كذا، 1 على، يعني ما عمره وصل لواحد انش قياس السنسور تبع الموبايل، عشان هيك هو دائما صغير. طبعا ليش؟ لانه الموبايل بيكون صغير. هاي الكاميرا قياس السنسور تبعها 1 انش كامل، انش كامل هو السنسور، فالسنسور كبير عشان هيك بيعطيك قدرات عالية جدا. الميزة الثانية والمهمة، العدسة اللي مدمجة مع هاي الكاميرا. قديش الكاميرا صغيرة فيها عدسة مدمجة تكافئ عدسة حقيقية كبيرة قياسها 24 ملم في أعرض هيئة إلى 70 ملم، ماشي الحال. وفتحة العدسة بتبلش وهي في أعرض هيئة 24 ملم 1.8، إلى لما تزومها على الآخر بتكون فتحة العدسة أكبر واحدة 2.8، وهاي الفتحات كبيرة ممتازة لحتى تدخل ضوء أكثر. فهذا رقم ممتاز كثير 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 كثير. ميزة ثانية لهاي العدسة، لما بتعملها زوم بتعمل زوم حقيقي، فالتكبير تكبير حقيقي. الزوم اللي بصير هو فعلا تكبير حقيقي، مش زي الموبايلات. أوكي، الآيفون عملت عدستين عشان تعملك 2x زوم، العدسة اللي هون بتعطيك زوم تقريبا 2.9x حقيقي، وهاي كثير ادفانتج، يعني ميزة ممتازة جدا لكاميرا صغيرة جدا. فكر فيها انت، فكر قديش عندك خيارات كيف انت ممكن تصور جميع انواع الفوتوغرافي اللي بدك اياها بكاميرا صغيرة جدا. ميزة اخرى مهمة جدا جدا بهاي الكاميرا، يعني خرافية بصراحة، هاي الكاميرا تقدر تصور 24 صورة في الثانية. عيد، 24 صورة في الثانية، وبتقدر تضل لو انت كابس على هاي الكبسة التصوير تأخذ بهاي السرعة 150 صورة ورا بعض بهاي السرعة. تصور انت يعني تكبس هيك 3-4 ثواني بطلع لك 100-120 صورة، وانت بس 3-4 ثواني تصور قديش ممكن تأخذ صور بهاي اللقطة بهاي الكبسة.
24 فريم لكل ثانية، بصراحة رقم خرافي جدا لكاميرا صغيرة. ميزة خرافية جدا جدا في الكاميرا اللي هي عدد نقاط الفوكس. عدد نقاط الفوكس في هاي الكاميرا 315 نقطة، مش 319 نقطة، 315 نقطة، رقم كبير جدا وبيعطيك خيارات كبيرة جدا. قد ما بدك بدك تعمل فوكس هون، تعمل فوكس هون، بدك تعمل فوكس هون، بتحرك النقطة لهون، هون هون. يعني بعيدنا عن المزاح، هاي القيمة أو هاي الميزة بنقاط الفوكس جدا جدا مهمة، وبصراحة تستاهل سعرها، تستاهل هيك سعر. بالنسبة للشاشة، الشاشة فيها ميزة واحدة انك تقدر تقلبها لفوق بحيث انك تقدر تمسك الكاميرا هيك وتصير انت تعمل فلوجينج او اللي هو تصور نفسك وتعمل فيديوز وانت شايف حالك. وهاي الميزة كثير مهمة جدا للناس اللي بيحاولوا بيعملوا فلوجز. اللي بيعمل فلوجز لازم يصور حاله، لما يصور حاله لازم يشوف حاله بالشاشة لحتى يتأكد والله انا فوكس ولا مش فوكس، جايب الفريم ولا مش جايب الفريم. فهاي نقطة مهمة للشاشة. نيجي لموضوع الفيديو وهو برضو نقطة مهمة جدا. كاميرا صغيرة كثير كثير بهذا الحجم تقدر تعطيك 4K تصوير فيديو بجودة عالية، وهذا بصراحة يعني اشي ممتاز جدا جدا. انك انت ممكن تبدأ قناة يوتيوب وما بدك عدة كبيرة كثير، بدك هاي الكاميرا بس وتصور فيديوهاتك مبدئيا فيها وتصور 4K وتاخذ جودة فعلا جودة عالية. وحتى لو ما بدك انك تطلع فيديو تبعك ب 4K، صور 4K واعمل اشي بسموه داون سامبلينج، يعني نزل الجودة من 4K لفول اتش دي اللي هو 1080x1920. فالفول اتش دي اللي بيطلع هون بيطلع جودته اكبر من الفول اتش دي العادي. يعني هذه خيارات عندك انت موجودة بتقدر تستغلها من الكاميرا هاي. جودة الصورة التصوير العادي مش تصوير الفيديو عالية جدا جدا، يعني ما بتقارنها بالموبايل ابدا. انا بحكي عن الموبايلات، ما بتقارنها بالموبايل، وهي اعلى جودة من اي كاميرا موجودة بالسوق بهاي الفئة. سماحية الايزو في هاي الكاميرا من 125 ل 12500 او 12800، وهذا رقم ممتاز. انا عن نفسي مش كثير بحب استخدام الايزو، يعني انا بتصور ما في داعي في حياتك تطلع عن ال 3200 ايزو، ما في داعي. الكاميرا تدعم الواي فاي، بطارية الكاميرا بتصور لحتى 220 صورة، الكاميرا فيها OIS built in، يعني هي فيها Optical Image Stabilization جوا الكاميرا، وهذا ممتاز. جسم الكاميرا كله مصنوع من الألمنيوم، فأنت لما بتمسك الكاميرا بتحس إحساس إنه فيه فخامة بالصنع وقوة وجودة عالية، وهذا برضو شيء ممتاز. طبعا كل شيء له إيجابياته وسلبياته. من سلبيات هاي الكاميرا اللي يعني بدي أركز عليهم كثير، العمر البطارية والشاشة. الشاشة مش تاتش سكرين، يعني السوني عملت خمس أجيال من هاي الكاميرا من الأولى لحد الخامسة ما أضافت التاتش سكرين، صار التاتش سكرين يعني موجودين في كل الكاميرات المنافسة. سوني المفروض عملت هذا الإصدار فيه تاتش سكرين كثير. يعني التاتش سكرين شو بدك فيه؟ تعمل فوكس بالتاتش، المنيو تكون تاتش، مش يعني هذا صار الترند اللي موجود حاليا بالسوق. فيعني ليش تأخرت سوني بهذا الموضوع ما بعرف. بالنسبة لعمر البطارية، العمر البطارية صغير كثير بصراحة، يعني يا ريت يكبروا البطارية، يطوروا تكنولوجيا البطارية لحتى يعني انت بدك كاميرا زي هاي صح هي صغيرة، على اقل شيء بدك بطاريتين يكونوا معك. الشغلة الثالثة الحرارة، الاوفر هيتينج. الكاميرا لما بتصور 4K تحمى، تضطر توقف تصور 5 دقائق وتعملها شت داون عشان تبرد، ترجع كمان بس تبرد ترجع تصور يعني هاي من الميزات اللي بتعاني منها سوني، وكل المصورين او كل الناس حكوا على هذا الموضوع، واتوقع لازم تكرس جهد كبير سوني لحتى تحل موضوع الحراره. موضوع الاوفر هيتنج بكاميرات السوني موجود وحقيقه، وهاي من السلبيات الكثير اللي بيشكوا منها معظم المصورين، ولكن هذا لا يمنع انه كاميرات سوني من افضل الكاميرات الموجوده حاليا في السوق. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. لا تنسوا من لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو القادم. الى اللقاء.